المفهوم المتداول ديال السياسة عند الناس عموما اقترن بالصفات القبيحة. السياسة هي القدرة على المناورة، هي القدرة على الكذب، هي الجبهة، هي التسنطيح، هي في الواقع شيء غير ما عنده حتى شي علاقة بالسياسة. باش نفهموا السياسة الحقيقية، الحديث النبوي الشريف: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد هو إمام عادل. شو كان كيدير هذا الإمام عادل؟ إمام عادل شو كيدير؟ كيدير السياسة. إمام عادل كيدير السياسة، أي يسهر على الشؤون العامة، على سياسة الناس، يعني على قرارات اللي كتهم الناس، اللي كتهم العامة. صحيح هذا الموضوع ديال السياسة تطور بزاف مع الدولة الحديثة، دولة مهيمنة على كل شيء، يعني منين كيخلق الإنسان حتى كيموت الدولة مسؤولة عليه، هذا الشيء ما كانش من قبل. طبعاً بغيت ندخل شوية في بعض المفاهيم اللي غنتعمقوا فيها، كيفاش تطورت الدولة، مش هذا هو اللي مهم، اللي كيهمنا هو السياسة. دابا منين كيخلق الإنسان خصو يمشي يسجل ولدو فين كيسجلو؟ راه كيسجلو في مؤسسة الدولة، وفاش كيموت ما كيمكنلوش يدفنو حتى كيمشي ياخذ واحد الرخصة من المؤسسات ديال الدولة، كيعطيها له واحد اللي هو منتخب من طرف المواطنين. ونفس الأمر هذاك اللي كيوقع له على عقد الازدياد وهذا، راه حتى هو منتخب من طرف المواطنين في الانتخابات. السياسة ولات مهيمنة على الحياة ديال الإنسان من نهار اللي كيخلق. واش كتبغي تسجل في المدرسة؟ المدرسة مسؤولية ديال الدولة، التعليم مسؤولية ديال الدولة، القوانين اللي كتنظم لنا الحياة ديالنا، ديال التعمير، ديال السكن، ديال الأسرة، ديال كلها، هذه كتصوبها المؤسسات ديال الدولة. شنو هي هذه المؤسسات ديال الدولة؟ هي السياسيين، هي الناس اللي كيديروا السياسة. ولذلك لا يمكن تصوروا حياة اجتماعية اللي فيها مواطنين عايشين في ظل واحد الدولة إلا في ظل حياة سياسية اللي فيها السياسة. فيها السياسة طبعاً، فاش نقولوا السياسة طورت بزاف حتى ولات مبنية على أنه الناس كيختاروا بإرادتهم الحرة، المفروض هادشي اللي خصو يكون، كيختاروا بإرادتهم الحرة من يمثلهم داخل المؤسسات باش يدير هذيك السياسة، باش يدير سياسة، باش يصوب لهم الحياة ديالهم العامة، هادشي ديال الطرق، هادشي ديال القناطير، هادشي ديال الصناعة، هادشي ديال التعمير، هادشي كله راه قرارات سياسية، راه ماشي كتصوب من طرف ناس ما عندهم حتى شي علاقة بالسياسة. وفاش نقولوا السياسة، وخاصة في ظل هاد الدولة الحديثة اللي ولات مبنية على النظام التمثيلي، كنتكلموا على الأحزاب السياسية. ما كاينش شي دولة في العالم كتعتبر نفسها دولة ديمقراطية وكتعتبر نفسها دولة حديثة إلا أن الناس اللي كيمثلوا المواطنين كيتنظموا في إطار أحزاب سياسية. كيفاش نشأ هذا الحزب السياسي وكيفاش تطور هذا؟ ماشي هذا هو، زعما ياخذنا شوية ديال الوقت، ولكن ما كيمكنناش نديروا حياة سياسية سالمة اليوم إلا في إطار واحد الحياة اللي فيها سياسيين منتظمين في إطار أحزاب سياسية. لكن بطبيعة الحال هذه الحياة السياسية دخلها بزاف ديال خلطة من مشاكل، من تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، أو استغلال الحق، هذا هو اللي صعيب، هو استغلال المناصب العامة لخدمة المصالح الخاصة، وهي اللي خلات الثقة كتزعزع في السياسة. الناس ما بقاوش كيثقوا بزاف، كيلاحظوا بأنه ناس اللي هما سياسيين منتخبين من طرفهم، انتخبهم على أساس غيخدموا لهم المصالح العامة ديالهم، فإذا به تم تحويل هذيك المصلحة العامة لخدمة المصالح الخاصة. ولذلك القانون والدستور كيجرم وكيحرم ما يسمى بتضارب المصالح. شنو هي تضارب المصالح؟ هو تكون انت عندك مسؤوليه عموميه، ولكن في هذيك المسؤوليه العموميه كيمكن لك تستغلها باش تخدم مصالح ديالك خاصه.
مع الأسف كنذكر في الولاية السابقة مشروع قانون ديال تضارب المصالح موجود وأعلن عليه وزير المالية السابق، قال لك راه موجود ولكن إلى حدود الساعة لم يتم إفراجه عليه مما يسمح بالمشاكل، ولذلك بلادنا فيها مشاكل من هذا النوع وخصنا نسلطوا عليها الضوء باش نصلحوا السياسة. أما السياسة راه ضرورية، ولا ما تهتميناش بها حنا راه هي كتهتم بنا في جميع الحالات.